الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله في باب حسن الخلق، قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشاً، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي. قال: حديث حسن صحيح. قال النووي رحمه الله: البذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، أي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق ومجبول على الفحش، ولم يكن الفحش كسبا له صلى الله عليه وسلم، فهو ليس فاحشا في نفسه ولا متكسبا للفحش، وذلك لأن الفحش إما أن يجبل عليه المرء والعياذ بالله، وإما أن يتكسبه المرء تكسبا، يعني يكون الرجل ليس متفحشا في أو ليس فاحشا في أول الأمر، ثم يكون متفحشا بسبب سعيه هو بأن يجالس من تعود لسانه على الفحش وعلى البذاءة فيأخذ منه ويكون مثله. فالنبي صلى الله عليه وسلم منفي عنه هذان الأمران، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولم يكن متفحشا صلوات ربي وسلامه عليه، بل إن قوله صلوات ربي وسلامه عليه قول كريم في الرضا وفي الغضب وفي كل أحواله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال عبد الله بن عمرو العاص: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، في أول الحديث هو الذي يحكي عن رسول الله: لم يكن فاحشا ولا متفحشا، ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وهنا فائدة أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قوله، من أجل أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل ما يقول. وهذا هو العلم، أن الإنسان إذا تعلم يعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بهذا، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وهذه فضيلة لمن حسنت أخلاقه، أنه من خيار الناس عند الله سبحانه وتعالى. وحديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وهذه فضيلة عظيمة لحسن الخلق، أنها أعظم ما تثقل بها الموازين يوم القيامة. قال: وإن الله يبغض الفاحش البذيء، ويكفي في الفحش والبذاءة أن الله يبغض صاحبه. ومما يستفاد من هذا الحديث أن الأعمال توزن يوم القيامة. هنا قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وحسن الخلق عمل، فهو يوزن يوم القيامة. والموزونات يوم القيامة ثلاثة: يوزن العمل، وتوزن الصحائف، ويوزن الشخص نفسه، كما جاء في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الجمع بين الأحاديث، أن الكل يوزن يوم القيامة. فمما يدل على أن المرء يوزن يوم القيامة قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يؤتى بالرجل السمين الغليظ يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ومما يدل على ميزان الأعمال هذا الحديث، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذان الحديثان وغيرهما من الحديث تدل على أن العمل يوزن أيضا يوم القيامة، وتوزن أيضا صحائف الأعمال. ويدل عليها حديث
صاحب 99 سجلا يوم القيامة عندما يأتي بها يوم القيامة، وكلها أعمال فاسدة، فتؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع في الجانب من الميزان فتطيش بتلك السجلات. فدل هذا الحديث على أن السجلات والصحائف توزن يوم القيامة، فيوزن العمل والعامل وصحائف الأعمال يوم القيامة، والله عز وجل يضع الميزان ميزان القسط حتى يظهر العدل، يظهر العدل يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالميزان يوم القيامة على ما ثقيل الذر، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث أيضا فيه أن من أسباب دخول الجنة بعد تقوى الله سبحانه وتعالى حسن الخلق، وحسن الخلق من التقوى، ولكن ذكر مخصوصا بعد عموم لأهميته وعظيم شأنه. فحسن الخلق من أعظم الأعمال التي تثقل الموازين وتدخل العبد الجنة. وعلى العكس من ذلك، يعني أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. وذلك لأن الفم معاصيه كثيرة، فاللسان سهل الحركة ولا يتعب، وهذه خطورته. ولذلك قد يقول المرء كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. فالفم فيه الكذب، وفيه الغيبة، وفيه النميمة، وفيه الافتراء، وفيه القول على الله بغير علم، إلى غير ذلك مما يقوله اللسان. والفرج من أعظم الأسباب التي تدخل العبد النار، ولذلك جاء في صفات أهل الجنة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه ويحفظ فرجه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وبين فخذيه أضمن له الجنة، يعني اللسان والفرج. قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث مما يدل على فضيلة حسن الخلق، ومما يدل عليه هذا الحديث أن الناس يتفاوتون في الإيمان، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أكمل الناس إيمانا، فدل على أن الإيمان يتفاوت فيه الناس. وهذه من الأدلة التي استدلت بها أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص، فبما أن هناك كمال فهناك نقص، فالناس متفاوتون، فليس إيماننا كإيمان أبي بكر أو كإيمان عمر، فضع عن إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس يتفاوتون على قدر الأعمال وعلى قدر ما يكون في القلب يكون ارتفاع الإيمان. ومن أعظم ما يكمل الإيمان ويرفع الدرجة عند الرحمن حسن الخلق. هنا قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم. انظر هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: وخياركم لنسائهم. لا شك أن الخيرية مع الأهل داخلة في حسن الخلق، ولكن نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وخصصها بعد عموم من أجل بيان مزيد أهميتها، وذلك لتفريط كثير من الناس في هذا الأمر العظيم. كثير من الناس قد يحسن خلقه مع الناس، ولكن لا يحسن خلقه مع أهله. فهذا الحديث قال: خياركم لنسائهم، وفي حديث آخر قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فمسألة حسن الخلق لا بد أن نعتني بها من باب في باب الأولويات. فأعظم ما يعني نعتني في تحسين أخلاقنا معه الأهل والأقارب، وأعظمهم الوالدان. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
ثم الأولى فالأولى. ولذلك كثير من الناس إذا طلبه أحد من زملائه من أصدقائه في عمل قام مسرورا، ولكن إذا كان الطلب من أهله إن قام قام مغبونا. لذلك عن مسلم أن يعتني بهذا الأمر العظيم، فالأهل أعظم ما تصرف فيهم هذه الأخلاق الحسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصصهم بعد عموم، قال خياركم، قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم. الحديث الآخر خياركم خياركم لأهل وأنا خيركم لأهلي. فلا بد من اعتناء بهذا الأمر العظيم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه أبو داود. وهذا لا شك أنه من أعظم الحديث التي وردت في فضل حسن الخلق، الذي تحسن أخلاقه يصل إلى درجة القائم الصائم، الصائم الذي يترك الملذات والشهوات من أجل الله سبحانه وتعالى، وكذلك القائم الذي يقوم الليل يترك لذة النوم قياما لله سبحانه وتعالى، الذي تحسن أخلاقه يصل إلى هذه الدرجة وإن لم يقم الليل ويصوم النهار. فدل هذا على عظيم أمر حسن الخلق. قد يقول قائل لماذا حسن الخلق وصل إلى هذه المرتبة العظيمة من الأجور والمثوبة؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن حسن الخلق صار بهذه المرتبة لأن الذي يتعامل مع الناس يتعامل مع أناس مختلفين، فلذلك تتغير الطباع في العادة عند التعامل، ولكن من حسنت أخلاقه مع تغير طبائع الناس واختلاف معاملاتهم فهذا الذي يصل إلى هذه الدرجة في حسن الخلق، فيتعامل مع كل واحد من الناس بحسب ما تقتضيه محاسن الأخلاق. وهذه لا شك أنها مرتبة عظيمة لا يصل إليها إلا الكمل من عباد الله. ثم قال وعن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني أسفل الجنة، لمن ترك المراء، يعني الجدال الذي لا فائدة منه، وإن كان محقا، يعني كان الحق معه في هذا الجدال، لأن ليس كل جدال نافع. الجدال الذي يستمر فيه المؤمن هو الجدال المحمود الذي يصل به المرء إلى الحق، أما الجدال الذي ليس له يعني فائدة إلا الجدال وإغار الصدور فتركه أولى وإن كان الرجل محقا فيه. قال وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، كان يقول الصحابة إنك تمزح يا رسول الله، قال نعم ولكني لا أقول إلا حقا. ولذلك بعض الناس لا يستطيع المزح إلا بالكذب، وهذا فيه خطورة. لذلك جاء في الحديث ويل للذي يكذب ليضحك القوم ويل له ويل له. وهنا قال صلى الله عليه وسلم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، فمن باب أولى أن يترك الكذب ولو كان في غير المزح. قال وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الأمر الأول والثاني داخل في حسن الخلق، ولكن ذكر حسن الخلق في آخر الحديث بيانا لعظمته، لأنه يشمل المذكورات وغيرها، يشمل هذه المذكورات وغيرها، فدل على أهمية حسن الخلق. ولذلك عد الله عز وجل لمن حسنت أخلاقه ببيت في أعلى الجنة، نسأل الله من فضله. آخر حديث ذكره المصنف في هذا الباب حديث جابر، قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث فيه أيضا فضيلة حسن الخلق، أن من حسنت أخلاقه هو من أحب الناس إلى رسول الله ومن أقربهم منزلة له يوم القيامة، وكفى بهذا فضيلة لمن حسنت أخلاقهم.
قال: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفهقون. فالثرثارون من هم؟ هم كثيرون الكلام من غير فائدة، ويدخل في ذلك الذي يعني يريد أن يتملك المجلس بكلامه وهو لم يعطى الحق في ذلك. وهذا يقع فيه اليوم كثير من الناس، تجده إذا دخل في المجلس تكلم هو فقط لأنه يرى في نفسه أنه لحق بالكلام. وهذه مسألة يقع فيها كثير من الناس، وهي داخلة في هذا الحديث الثرثارون. أما من أعطي الكلام من أهل المكان من أجل الإفادة فإن هذا لا بأس به، لكن من تملك الكلام في المجلس أو قاطع الناس من أجل أن تكون له الكلمة فهو داخل في هذا الحديث، وهم الثرثارون. وأما المتشدقون قيل هم المتطاولون بكلامهم على الناس، وقيل هم الذين يتكلمون بملء أشداقهم تكبراً وتعظماً. فهؤلاء هم المتشدقون الذين هم من أبعد الناس منزلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتفيقون هم المتكبرون، المتفيقون هم المتكبرون كما قال صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا الحديث الثرثارون والمتشدقون المتفيقون الذين يأتون بالكلام الغريب في الخطب والمحاضرات والكلمات، فتجدهم يأتون بكلمات لا يفهمها إلا خاصة الخاصة، بل قد لا يفهمها حتى خاصة الناس. فتجد بعض الخطب وبعض الكلمات وبعض الدروس لا تستطيع تفهم العبارات حتى ترجع إلى المعاجم والقواميس. ولا شك أن هذا داخل في التشدق والتفيهق، لأن الإنسان غالبا لا يفعل هذا إلا ليفرد عضلاته أمام الناس ويعني يظهر مهاراته. والأصل في الإنسان الذي يوصل العلم أنه يوصله بأسهل العبارات وأحسن الطرق. ولذلك عندما تسمع للشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين رحمه الله، كذلك من المعاصرين الشيخ صالح الفوزان وغيرهم من أهل العلم، تجد أن كلامهم سهل ممتنع، يعني يفهمه الجميع، ليس فيه تعقيد للعلم. أما من يعقد العلم ويأتي بوحش الألفاظ، يعني وحش الألفاظ بالكلمات التي لا تعرف في اللغة إلا عند أناس معينين، فإن هذا قد خالف السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أهل العلم أنه يدخل في هذا الحديث. ثم ختم المصنف هذا الباب بقول عبد الله بن المبارك، قال: وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. هذا هو خلاصة حسن الخلق: طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. كما قال بعض السلف: حسن الخلق أمر سهل يسير، وذكر بمعنى ما ذكره عبد الله بن المبارك. وهنا وأختم في كلامي على هذا الباب أن حسن الخلق منحة ربانية، منحة ربانية ومنة إلهية. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ولذلك علينا أن نلهج بهذا الدعاء، أن ندعو بهذا الدعاء بأن الله سبحانه وتعالى يهدينا إلى أحسن الأخلاق ويصرف عنا سيئ الأخلاق. لأن الإنسان بنفسه لا يستطيع أن يكون على أي مرتبة من مراتب الدين إلا إذا هداه الله إلى هذا العمل الصالح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئ إلا هو، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.